أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ، تلاميذ سنة ثانية متوسط. في هذا الفيديو الجديد عندنا قناتي فيها فيديوهات متعددة. لأول مرة يشوف القناة نقول مرحبا بك في القناة، ما تنساش الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس هكذا يوصلك كل جديد فيديوهاتي. واللي مشتركين في القناة نقولهم مرحبا بكم، القناة قناتكم أكيد. مرحبا بكم في هذا الشرح الجديد اللي راح يكون خاص بتلاميذ سنة ثانية متوسط لغة إنجليزية. في هذا الفصل راح نقراو هذا الشرح راح يكون خاص بأجزاء الجسم والتعبير على الفيزيكال ابيرنس، يعني الصفات الجسدية اللي تخص كل واحد. نحاولوا ان نشوفوا اولا اجزاء الجسم. اوكي، هذه البودي بارتس. ماي بودي يعني الاجزاء الجسم، راح نعرفوا كل جسم. هذه الرسم حضرته لكم، هذا رسمته انا، شوفوا الموهبه تاعي في الرسم، اتمنى انه تعجبكم. هذه راح تشوفوها بالصور هكذا تشوفوا عليها. شوفوا راني حطيت لكم لهنا كل جزء كيفاه الاسم تاعو، الحرف اللي يبدا به هذيك الكلمه. شوفوا مع بعض هذه الاجزاء لهنا. هذا الشعر، الشعر هو hair. hair h-a-i-r hair. this is head رأس. head h-e-a-d head رأس. hair this is face وجه. face eye هي العين. eye E Y E I One eye Two eyes يعني بإضافة الأس لهنا في النهاية. عندي هذا nose N O S E nose. هذه الأذن. ear e a r ear فم. mouth m o u t h mouth هذه كملنا. هذا الوجه. اوكي، face هو الوجه، hair شعر، head رأس، هو head hair ear الأذن، nose الأنف، mouth الفم، eye العين. so in my face there is two eyes. اوكي، في الوجه عندي عينين، اثنين، two eyes one eye two eyes one nose one mouth two ears. هذه بإضافة الاس ear one ear two ears two ears. now بإضافة الاس we add s at the end. هذه اليد، لاحظوا hand هذه نقولوا handball كرة اليد. hand okay اليد. هذا الذراع arm a r m arm. هذه الرجل
هذه ريجن قلوب. لج اوكي لج ال اي جي لج. هاند 1 هاند 2 هاندز 2 هاندز اوكي هاندز اضافه اس نقراو هاندز 2 هاندز. arm 2 arms كذلك باضافه الاس arms. هذه في الاخير القدم foot f o o double o t foot foot. هذه there is one foot two feet feet قدمين okay feet. هذا my body my body. هذه كامل body هو الجسم okay my body. حضرت لكم هذا الشرح الخاص بوصف الأعضاء، يعني راح نشوفوا كل واحدة كيفاه راح نوصفوها، كيفاه نوصفوها مثلا العينين الفم كيف راح يكون الوصف تاعو، يعني الصفات كي نوصف نفسي ولا نوصف شخص واحد آخر راح نستعمل هذه الصفات هذا الادجكتيفز. اوكي هذه اي تو ايز اوكي ايز وان اي تو ايز. في العينين وش نوصف؟ نوصف big معناها كبير big eyes يعني عينين كبيرتين big كبير. small هي العكس تاع big كبير small صغير العكس صح small eyes عينين صغيرتين big eyes عينين كبيرتين. لهنا انتهينا من الحجم العينين small ولا big okay big eyes or small eyes. لهنا لون brown eyes brown هو بني. في العام الماضي قرينا الألوان في سنة أولى كاين درس عندي فيديو في على الألوان والدروس توجد دروس كثيرة في سنة الثانية متوسط في تقريبا جميع المواد عندنا brown eyes يعني عينين بنيتين. green eyes عينين خضراوين أخضر هنا أخضر green eyes يعني عينين خضراوين. blue أزرق blue eyes يعني عينين زرقاوين أزرق blue eyes. هذا هو راح يكون في الوصف تاع العينين راح نستعمل واحدة من هذوك نجي نوصف العينين. عندنا mouth اللي هو الفم حنوصف يا إما كبير big mouth اللي هو كبير small mouth صغير. هذا واش راح يكون في وصف الفم عندنا صغير ولا كبير big mouth or small mouth. nose اللي هو الأنف كذلك نفس الشيء كبير وصغير كبير أو صغير كبير big nose or small nose. ننتقلوا hair هو الشعر. في وصف الشعر يا إما نوصف الطول ولا القصر ولا نوصف نوع الشعر كيما لهنا long يعني طويل نقول long hair يعني شعر طويل. short قصير العكس طويل هو قصير long العكسها short. short hair يعني شعر قصير short hair. هذا بالنسبة للوصف تاع الطول ولا القصر. عندنا straight hair يعني شعر أملس بهذه الطريقة يعني شعر أملس. curly نديرو أملس يعني جاي مستقيم هابط curly بهذا الشكل يجي حيكون بهذا الشكل curly hair ها هو الشكل تاعو ما عرفتش كيف راح نوصفه لكم لكن هذا هو الشكل تاعو wavy hair هذا شعر مموج.
وموج هذه ويفي ويفي ويف موجة ويفي مموج شعر مموج ويفي هير هذا بالنسبة لشكل الشعر عندي لون الشعر نختاره بلاك أسود بلاك هير ريد أحمر شعر أحمر ريد هير براون براون هو بني براون هير في وصف الشعر شوفوا كيف راح نصف الشعر دائما اللون هو الأخير أوكي راح نبدأ بهذه لونج ولا شورت مثلا لونج هير مثلا نبدأ لونج ونختار واحدة من هذو مثلا نديرو لونج ستريت بلاك هير لونج ستريت بلاك هير يعني شعر طويل أملس شعر أسود طويل وأملس دائما صفة اللون خليوها هي الأخرى في صفة اللون تجي ديما قبل كلمة هير أوكي بدأو بالطول ولا القصر بدأو مثلا شورت كيرلي براون هير شورت كيرلي براون هير يعني بدأو يا إما شورت ولا لونج هي الأولى كي يجيو نصف الشعر نبداو بهذه مثلا ونقدر نستعملوا يا اما واحده فيهم ونقدر نستعملوا زوج ولا نقدر نستعملوا في ثلاثه نستعملوا يعني طول او القصر مع نوع الشعر مع اللون ولا نستعملوا نكتفي فقط بوحده منهم لكن اذا جانا مثلا ثلاث صفات للشعر لازم ديما نستعملوا لونج ولا شورت ومن بعد نديرو ستريت كيرلي ولا ويفي واحده من هذو ومن بعد نديرو في الاخير يعني كي نحب نوصف الشعر راح نقول فور اكزامبل راح ندير فور اكزامبل يعني ندير لونج ويفي هير لونج ويفي هير ولا لونج ويفي ريد هير لونج ويفي ريد هير شوفوا دائما اللون يجي قبل ولا لونج ريد هير اوكي هنايا ويت يعني لهنا القامة في وصف القامة راح نقولو فات فات كي نجوص في القامة نقول فات يعني سمين فات ولا بيج اوكي بيج يعني من الأحسن نستعملو بيج يعني ضخم ماشي هو أسلوب صفة مش مليحة أن نقولو فات نقولو بيج اوكي بيج يعني ضخم أحسن من أن نقولو سمين أحسن من أن نقولو فات سليم يعني نحيف سليم هي نفسها thin هادو synonyms اوكي هذه الشرح تاعها نحيف slim or thin thin thim n thin thin slim or thin fit fit يعني جسم رشيق رشيق ولا رياضي fit جسم رياضي fit اوكي في وصف القامة يا اما نقول fat اللي هي big slim thin فيت هي رياضي عنده جسم رياضي جسم شامل الهايت يعني ال هنا هنا يا عفوا هذه ماشي هذه ويت يعني الوزن هذه الوزن وهذه القامة هايت اوكي هذه القامة القامة نقولو تول هنجيو في وصف القامة راح نقولو تول تول يعني طويل انتبهوا في الشعر ما نقولوش tall اوكي tall راح نقولها للقامة long short للشعر tall ولا short للقامة short قصير العكسها tall العكسها short اوكي tall or short يعني tall طويل short قصير هذه بالنسبة للهايت يعني height هي القامة يقدر يكون طويل تقدر تكون قامة tall ولا short ولا medium height medium height يعني متوسط 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 الطول متوسط الطول ولا متوسط القامة يعني ما هو طويل ما هو قصير جاي medium يعني وسط medium height medium height tall طويل short قصير medium height عندنا كذلك age اللي هو العمر
كنحب نصف العمر. لا age young 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 صغير صغير في السن young ولا شاب young صغير في السن young. middle aged middle aged middle aged يعني متوسط في العمر متوسط في السن يعني ما هو كبير ما هو صغير يعني شاب جاي مثلا في مرحلة الأربعينات ولا من الأربعينات 45 المهم في هذاك السن middle aged. old old يعني كبير في السن كبير في السن كبير في السن هي old. في وصف العمر age نقولوا young صغير شاب. middle aged يعني متوسط في السن في العمر. old اللي هي كبير في السن. had had في وصف الرأس قلنا had هي رأس. had عندنا round round لاحظوا راهو دائري round دائري. oval oval هذه راهي بيضوي على شكل بيضوي راح يجي بهذا الشكل بيضوي. جاي بالطول هنا wears glasses wears glasses هو يلبس نظارات glasses هما نظارات wears glasses هذه ثاني نقدروا glasses نقدروا نستعملوها في الوصف مثلا واحد يلبس نظارات نظارات للرؤية يقدر نقدر نقولوا wears glasses. اوكي هذه هذا بالنسبة للوصف. إذا شوفوا واش راح نديروا راح نشوفوا مع بعض الفعلين اللي نستعملوهم كما في لي فيرب اتر ولو فيرب افوار في اللغة الفرنسية. يعني للوصف تاع هادو كاين اللي نستعملوا معاهم الفيرب تو بي وكاين نستعملوا معاهم الفيرب تو هاف. يعني راح نستعمل نوع فعلين شوفوا دوك نشرح لكم اكثر. الضمائر اللي هما انا اي هي هو شي هي هذو هما الضمائر تاع اللي تقراو عليهم في هذا في هذا العام. عندنا اي انا هو هي شي هي اي يام شوفوا مليح اي ام هي از شي از هذو هما الفعلين اللي نستعملوهم از و ام. هي از شي از اي ام هذه وقت نستعملها. شوفوا هذا الفعلين وقت نقول مثلا نستعملوها بالنسبه للعمر ايج. بالنسبه للايج راح نستعمل ام اي ام اوكي ولا هي از ولا شي از. كي نعود نتكلم على نفسي راح نقول اي انا مثلا راح نقول العمر تاعي اي ام 12 years old I am 13 years old يعني أنا في عمري 12 سنة ولا أنا عمري 13 سنة. I am 12 years old I am 13 years old مثلا بالنسبة للطول كذلك استعمل am ولا is. I am tall I am tall أنا طويل ولا هو طويل. He is tall He is tall She is tall. She is tall. هي طويلة. Short. قلنا short هي العكس تاع tall. I am short. He is short. She is short. Slim. I am slim. He is slim. She is slim. إذا بالنسبة لهاد الصفات اللي راح نكتبهم كامل راح نستعملهم معاهم am ولا is. fat thin fit medium height medium height هي وزن هي الطول المتوسط. هذه الصفات كامل نستعمل معهم am و is راح نستعملهم في الوصف. راح يجيو عندنا يبقاو لي هاد الصفات. هاد الصفات راح نستعمل معاهم الفيرب تو هاف اي اللي هي انا هي هو شي
هي have got has got. هذوش عندنا، هاد هما الفعلين نستعملها. I have got، ونقول عندي معناتها هذه عندي، هذه معناتها عندي، أنا عندي، هو عنده، هي عندها. I have got eyes، two eyes. I have got، أنا عندي، for example brown eyes، blue eyes. I have got brown eyes. I have got green eyes. ولا هو مثلا he has got green eyes، she has got brown eyes. اوكي، هادو نفس الشيء. هذه hair. I have got short hair. Nose. I have got small nose. She has got small nose. Head and mouth. هادو كامل صفات، هادو البارتس، هادو الأعضاء. نستعمل الأعضاء، نستعمل معهم have ولا have got ولا has got. كي نعود أنا نهضر نتكلم نوصف نفسي، راح نقول I have got، وندير واحدة من هادو كما شرحت لهنا في هذا الوصف. اللي ما فهمش يقدر يعاود يرجع الفيديو مرة أخرى ويعاود راح يفهم أكيد. عندنا he has got، for example he has got big mouth. He she has got round hair. Okay. وهذه هي اذا راح تكون الشرح تاع هذا الدرس. شوفوا لهنا I am slim، هذو examples. I am slim، انا نحيف. He is tall. شوفوا لاحظوا عندي slim استعملت معها am، نستعمل قلنا am ولا is كيعود هي، وشي هو ولا هي نستعمل is كيعود انا نستعمل am. I am slim. He is tall، هو طويل. She is young، هي صغيرة في السن. He is fit، هو عنده جسم رياضي. She is fit، إنه رشيق. I am medium height and fat. I am medium height and fat، أنا متوسط في القامة وسمين. I have got brown eyes. لاحظوا هنا مع ال eyes درنا have got. I have got brown eyes. She has got long wavy brown hair. يعني هي عندها شعر طويل مموج بني. He has got small nose. هو يملك أنف صغير. I wear glasses. أنا ألبس نظارات. He wears glasses. هو يلبس نظارات. She wears glasses. يعني بهذه الطريقة راح يكون وصف شخص اللي يرتدي نظارات. وراح يكون هذا شرحنا لنهار اليوم. نتمنى انه فاتكم هذا الفيديو. الفيديو جاء شوية طويل الفيديو، معليش. راح تستفادوا اكيد من هذا الشرح. اللي ما فهمش يقدر يعود مرة اخرى. نتمنى انه نلقاكم بخير في فيديو اخر جاي ان شاء الله. نقولكم سلام.